ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة وحبيبة. وليدة كنبوس لها راسها من هنايا، كيما كل نهار كندخل للدار كنبوس لها راسها، كنوجه لها تحيه وكنقول ربي يخليها لي فوق راسي، وربي يخلي الامهات كاملين فوق الريوس ديالنا. هادشي اللي كاين هذه المناسبه، كنتمنى للامهات المغربيات الصحه والعافيه، وكنتمنى بخصوص هذا النداء للابناء انهم يتهلاو في الام، لان بالنسبه لي انا الام راه هي كل شيء. والام ديالي اش غادي نقول لك، هي شان نقول لك، ما صعيب الوالده. انا كنحس واحد هذا الاحساس، هذا انا كنحس هي اللي كتبرضى ديالها باش انا كيمكالي هذا الشيء هذا اللي واقع، فهمتيني، في الحياه كامله، فهمتيني، اي حاجه كتوقع ومن بعد كتفلت منها كتقول هذه الوالده، رضا الوالده، فهمتي. فالله يبارك لها في العمر، والله يبارك في العمر ديال الامهات كاملين، فهمتي. كنبغي نوجه تحيه خاصه للام ديالي اللي الصراحه تعبات وباش كبرتنا انا وخوتي، كنشكرها بزاف. الام هي كل شيء، الام هي الحنان، الام داكشي علاش اي كلمه غنقولها في حق الام ديالي هي قليله. وكنبغي نوجه تحيه لجميع الامهات، وكنقول يا ربي خلي لي ميمتي ويخلي لجميع الام خلي لجميع الامهات ديالهم. صافي تي نقدر نقول انا اي كلمه كيف ما قلت لك تكون قليله في حقهم. بكيتيني حشوم عليك. الام ديالي كنقول لها الله يخليك لي والله يعطيك الصحه، والله يخلي امهات المسلمين كاملين، والام ديالك حتى هي تحيه ليها من هذا المنبر. وان شاء الله عندي في بالي نوجد شي حاجه على الام ان شاء الله، وتكون في 21 مارس. كنوجه الام ديالي تحيه كبيره، كنقول لها اسمح لنا الوالده دخلتينا في حقك شي مره، الله يخليك فوق راسنا، والله يخلي لك امهات العالم كامل فوق ريوسنا، واللي رحم واللي ماتوا الله يرحمهم. والحمد لله الام دائما عندها عيد، فهمتي، الام ضروري منا في اي يوم وفي اي مكان وفي اي زمان، دونك كنوجه لهم تحيه كبيره. انا غنبدا عامه بالامهات المغربيات كاملين، كنبغي نقول لهم تبارك الله عليكم، ودائما كتكونوا في جنب وليداتكم، لان الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراف. دونك لا مامون اي ان مومبر تري 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 انتريسون في لا فامي. وكنبغي نقول لي مامون كاملين ردوا بالكم لوليداتكم، سورتو في هذا الزمان هذا فو فير تري تري اتونسيون. وكنقول للوليدات كاملين كبارين ولا صغارين تهلاو في يماواتكم، باسكو لا مامون اي ان بيجو. بالنسبه للام ديالي كنبغي نقول لها ربي يخليك ليلي، والله يخليك دائما حتى فوق راسنا. و زعما انا كنشوف ان ماشي الام ما كتحتاج شي نهار واحد في العام، بحال القضيه ديال المراه حتى هي ما كتحتاج شي نهار واحد في العام. دونك فوالا كنبغي نقول لها ربي يخليك ليلي، ومهم باقي داكشي غنقولوا لها حتى نكون بيني وبينها. ايوا المناسبه عيد الام، حنا الام، حنا ديما عندنا الاعياد مع الامهات ديالنا، امي، خالتي، جده، مرتي، وليد بناتي. دابا الانسان غير خرجوا هذا النهار هكا، راه ديما العيد هو اللي كاين، ملي كتفيق الصباح وكتلقى امك مصوبه لك الفطور، وتجي تلقى الغداء والعشاء، وملي كتنعس تحيد الغطاء وتجي تدير لك الغطاء. ماشي عيد هذاك، هذاك هو العيد الكبير. كنبغي نقول لماما اللي هي حدايا دابا، كنبغي نقول لها اصلا ماما زويبه من داك الشيء، تيتيز الله يحفظك لينا. الله يحفظها، ولا ما كانش هي في الدار ما كاينه حتى شي حاجه، وكما قلت ان الدار بلا بهم كتكون مظلامه. وصراحه راه الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا منهم، والله يخليهم لينا، والله يخلي لاي واحد الام ديالو واللي عنده ماما ميته الله يرحمها، الله يوسع عليها ويجعلها ان شاء الله من اهل الجنه.
والله يخلي لنا الاباء ديالنا ماما وبابا. بهذه المناسبه انا احيي الام المغربيه اللي هي امنا جميعا، الام المثابره، الام المكافحه على مختلف الواجهات، الام المكافحه في العمل في المدينه والبديه، الام المكافحه في التربيه، الام المكافحه وراء زوجها التي دائما ترعاه وتدفعه نحو الامام. فوراء كل رجل عظيم امراه. آية في القرآن كاينة في كتاب الرحمن بالوالدين حسان، فيها كم من معاني، فيها اهدي الله دير بها وطريق بينا. يا أمي يا روح راحتي، وانتي يا الحجاب، انت زينت الحباب، فيك السلوى الصبي، وانت الميمه، بك روحي وحياتي طربان.